وسهلا بكل اصحابنا الحلوين يلي انضموا لنا اليوم بحلقه جديده من يلا نغني سوا. نحن كثير مشتاقين لكم كلكم كثير كثير كثير، وكثير محمسين تنتلقى اتصالاتكم، نقرا واتساب مسجز منكم. اليوم مين اقولكم مسؤول عن الواتساب مسجز؟ اليوم جوي. كيفك يا جوي؟ حاضر اليوم؟ يس انا اكيد انه انت كثير محمس كمان هيك تكون عم تقرا رسائل والواتساب مسجز. مين ناقص اليوم يا بول؟ كمال بس محلي. ما رح نزعل ابدا، لان بدنا نقول الف 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 مبروك لكمال ومرته اللي بحبها كثير كثير كثير، نيومي ميليسا واولادهم نيومي ونيسن، لان هلا صار عندهم
طفلة جديدة كثير كثير حلوة أو طفلة جديدة اسمها كيلا، بدنا نشوف صورتها هلأ بعد شوي. بنقلكم مبروك، نحن كثير مبسوطين لألكن. هيدي نيومي ونيسن والبيبي كيلا الصغيرة، وهلأ بعد شوي رح نشوف كمان صورة لكامو عم بيقلنا هاي مع بنته الزغطورة كيلا الحلوة رائعة الجمال والهضامة، ونحن صرنا ناطرينها كثير 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 وقت، مش مصدقين انه اجت. الحمد لله على السلامة، بنقول لكامو ولميليسا، وناطرين هيك نستقبلكم كلكم سوا كعائلة بالحلقة عنا. بنحبكم كثير، وهيك يا اصحابي كملوا صلوا لهيدي العائلة عن جد كثير مباركة. لكن كمان مرة بدي ارحب فيكم يا اصحابنا، وناطرين كل اتصالاتكم وترانيمكم، كثير بهمنا اسمع هيك ترانيم جديدة عم تحفظوها من البرنامج، بنكون مرنمينا هون بالاستوديو. شو عنا هيك اول مسج نبلش فيها جوي؟ عنا مريان رسالة صوتية من مارغو، خلينا نكون نسمعها مع بعض. مرحبا، بدي ارنم حنانك يا رب الاكوان. اوكي. حنانك يا رب الاكوان، اليك رفعت صلاتي، انا ان احيا فبالايمان يشرف معنى حياتي. كثير حلوه هالترتيله يا مارغو، كثير شكرا عليها، وبركة بنبقى شي نهار بنرنمها هيك بالاستوديو. مريان عنا اتصال على واتساب. الو، هاي، مين معنا؟ انا. مرحبا سالي. سالي من فلسطين. كيفك يا حبيبتي، منيحه اليوم؟ منيحه مريان. ايه يا قلبي، بدي احكيلك اشي. طلع اسمي مرتين بالسحب بس الهدايا ما وصلنيش. ما وصلت لك، خليكي هلا. لكن ابعتيلنا على الواتساب عنوانك الكامل بشكل مفصل يا سالي، حتى نقدر نبعث لك الهديه. اوكي حبيبي. كتبت عنواني على الواتساب. لكن هلا بدنا نذكر فريق العمل لكينا انه يهتموا بهدية سالي، ان سالي من المشتركين اللي كل اسبوع بيتصلوا فينا، ونحن كثير كثير بنحبك يا سالي. شو بدك تغني لنا اليوم؟ بدنا نعتذر من سالي شوي لان عنا اتصال، وبنرجع بنكمل معه. اوكي تمام، ننطر كثير على الهواء. يلا. الو الو، مين معنا؟ ما في اتصال. طيب لكن بنرجع لسالي. سالي شو بتحب تغني لنا؟ مريان عنا اتصال تاني على واتساب. يلا اوكي، اذا سالي راح اتصاله. يلا. الو الو، مرحبا، اهلا، مين معنا؟ الو الو حبيبي، مين معنا؟ انا ريتا. كيفك يا انا ريتا؟ كيفك يا حبيبي، من وين عم تحكينا ريتا؟ انا ريتا. ريتا يا اهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ من سوريا. يا هلا يا هلا بريتا الحلوه من سوريا. شو بدك تغني لنا اليوم يا ريتا؟ من سوريا. شو بدك تغني لنا ريتا؟ الاتصال عندها مش كتير واضح. بدي غني لنا قلب صغير قلبي. يلا تفضلي. يلا يا ريتا تفضلي. قلبي صغير قلك قلبي صغير قلك بي الله يسامح قلبي لازم حب كتير كتير. برافو يا ريتا المهضوم الزغطورة، أنا كتير انبسطت باتصالك، وهلأ بدي روح أكتب اسمك وحطه بالبوك على ريتا. كتير بشكرك على اتصالك، وأنا بحبك كتير، باي. اليوم بدي اذكر يا جوي انه الحلقه مخصصه بس تنكون عم ناخذ كل الواتسابات والاتصالات يلي ما كنا عم نقدر ناخذهم بالاسابيع الماضيه، لكثر ما عم بيكون في كميه كبيره كبيره كثير من الرسائل. احنا كثير فرحانين، ومثل العاده بنوعدكم رح نجرب نقريهم كلهم كلهم، فاليوم هيدي الحلقه مخصصه للواتساب. بول خبرني، انت بتعرف هيك شيء قصه بالكتاب المقدس حلوه كثير كثير تحكي عن كيف الله بيعطي ولاده فرصه ثانيه. مريان قبل القصه بتحبي ناخذ اتصال معنا على واتساب؟ يلا يا جوي. اسمك شو اسمك؟ الو انا. هاي مين معنا؟ بيلا. مين؟ بيلا. بيرنا. بيرنا
بيرنا. بيرنا كيفك يا حياتي؟ يا بيرلا يا بيرنا كيفك يا قلبي؟ منيحة؟ بيرلا. بيرلا بيرلا قد ايه عمرك يا بيرلا؟ أربعة. أربع سنين بس؟ وشو بدك تغني لنا؟ بتحبي يلا مثل الصبا؟ ياي نحن بنحبك كثير كثير. قد ايه بنحبها؟ هالقد كثير كثير كثير. كلنا بنفتح ايدينا بنقول لك هالقد بنحبك. شو بدك تغني لنا؟ يلا يلا سنين. يلا غني غني حبيبي تفضلي. بعزك واحد عشان اسمه الماما. واحد من الاثنين برافو يا بيرلا. برافو يا بيرلا شطورة. هلا بدي اروح اكتب اسمهم كلهم اصحابنا واحطهم بالبوكال. بهالوقت رح كون عم بخبركم القصة او الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم بحلقتنا يا اصحابي. موضوع كتير كتير مهم لان كلنا منعوز نضل نتذكره بحياتنا كبشر. كان في مرة يا بول وجوي مزارع عنده حقل كبير وفيه كتير 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 شجر. مرة من الايام هو عم يتمشى بهالحقلة راح وشاف شجرة هيك طلع فيها وقال له للمزارع يي هيدي الشجرة ما عم تعمل ثمر بدي اياك تقطعها هلا. بس هالمزارع هيك لانه هو دايما بيهتم بهول الشجر وبحبهم كثير قال له تخيلك يا سيد اعطيها فرصة خلينا نتركها لسنة الجاية وانا رح كون عم بهتم فيها واحفر حولها وحط شو بيقولوا لهم بالعربي اسقيها مي وحط لها سواد واهتم فيها واذا سنة الجاية ما عملت ثمر منيح خلاص بعدك رح نقطعها واذا عملت ثمر منيح رح نتركها. شو قولكم؟ قال هيدا السيد تبع هيدا الحقل وافق وقال اوكي رح نعطيها فرصة. بتعرفوا بدي اخبركم قصة تانية قبل ما نشوف شو بنتعلم من هيدي القصة ومين كل شخصية من شخصيات هيدي القصة. بتعرفوا اللمبة اليوم إذا كنا عم نغيرها وقعت وانكسرت ما بنعطل همها هيك بنكبها بزبالة بنروح بنجيب وحدة غير لأن في كتير لمبات ومنن غاليين. ولكن من زمان أديسون يلي اخترع اللمبة كان عم يشتغل هو وفريق عمل كتير كبير واشتغلوا لمدة 24 ساعة تحت لي يعملوا أول لمبة يجيب هيك شقفة من هون وشغلة من هون ويشتغلوا ويشتغلوا تعملوا هيدا اللمبة اللي مسكها بإيده. وبعدين سلمها لصبي صغير وطلب من هيدا الصبي يطلع ويضعها على مطرح عالي. هيدا الصبي مسك هاللمبة كأنه كنز في كتير مهم وخايف عليها ومشي درجة درجة وخايف على هاللمبة ما توقع. وإذ بس وصل على آخر درجة ما كان خايف هزت إيده ووقعت اللمبة وانكسرت. تخيلوا شو كانت ردة فعل أديسون وكل فريق العمل. صار لازم يرجعوا يشتغلوا من الأول لمدة 24 ساعة يحضروا ويحضروا ويحضروا وبالنهاية رجعت خلصت هيدا اللمبة. وهو شو عمل؟ رجع سلمها لهيدا الولد الصغير تحت اللي يطلع ويضعها على الخزانة العالية. أديسون كان فيه يقول أنه هيدا الصبي فاشل وما رح يعرف ينتبه مش طالع من امره شي رح سلمها لشخص تاني ما بدي سامحه. ولكن هو سامحه ورجع وثق فيه وسلمه هيدي اللمبة. هيدي القصة بتشبه قصة الشجرة والفرصة التانية اللي عطت هيدي الشجرة تتعمل ثمر افضل للسنة اللي بعدها. مزارع يا اصحابي بهيدي القصة هو مين؟ هو يسوع. وقالكن هيدي الشجرة مين؟ انا وانت وجوي وكل واحد من اولاد الله. مرات كتير يا اصحابي يسوع اكيد بتوقع منا نكون عم نعطي ثمر حلو. شو هو الثمر الحلو؟ لطف، تسامح، ايمان، المحبه، الفرح. ولكن نحن كبشر مرات كتير منضعف منلتهي بحالنا يمكن بانانيتنا منلتهي يمكن بمشاكلنا بالحياه وما بنكون عم نعطي هيدا الثمر. هل قولكم يسوع بيفقد الامل منا؟ بقول هيدا بول شكله مش طالع من امره شيء ما بدي يكون ابني بقول هيك؟ ولا مرة بقول هيك. يسوع قد منه طيب وحنون وبيسامح هو دايما بيعطينا فرصة تانية.
وشو كمان بيعمل مثل ما هذا المزارع هيك؟ قال له رح احفر حولها ورح احط لها سواد وفيتامينات ومي لحتى تعمل ثمر جديد. يسوع هو مثل هذا المزارع بيعطينا القوه، والروح القدس اللي فينا هو اللي بيخلينا بيعطينا هذه القوه تنكون عم نعمل ثمر افضل، لان لوحدنا مثل هيدي الشجره ما رح نكون عم نقدر نعمل شيء. يسوع معنا ومعك يا اصحابي، يا اصحابي كلكم معكم، هو رح يقدر يعطيكم القوه. اذا انتم حاسين حالكم هيك عم بتضلكم تكذبوا او ما عندكم فرح او ما عندكم ايمان، ما تفقدوا الامل، قولوا له يا يسوع بدي تكون انت هيدا المزارع اللي عم تهتم فيي وتحط لي كل هالقوه تا انا اكون عم كون انسان افضل وعم بيطلع مني صفات حلوه كثير وبترضيك. بدنا نتفق على هيدا الشيء. كل ما تحسوا في نقص معين بحياتكم الروحيه اطلبوا من المزارع العظيم يلي هو يسوع انه يهتم فيكم ويقويكم. شو يا جو عم تطلع فيي؟ عندك شيء؟ مريان عنا كثير رسائل اذا بتحبي نقريها. اكيد. شو هي الرساله؟ في عنا رساله بتقول: هاي مريان، انا مامة بيير هاني وانا بحبكم قوي وبحضركم من زمان قوي، وحاليا بيير بيحضركم كل اسبوع وعنده سنه وثلاث شهور، ممكن تقولي له هاي بيير؟ ربي يبارككم كثير. وبعثتنا صوره بيير، خلينا نشوفها اذا فينا نشوفها مع بعض. يلا هيك زغطور كثير مهضوم بيير. بدي احط الكاميرا علي هيك بدي اطلع فيك. شو مهضوم لك؟ شو مهضوم يا بيير انت؟ بيير هلا فطلع علي، انا بحبك كثير 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 وبعث لك بوسه كثير كبيره، وبنشكر المام يلي عم تهتم فيك من انت وصغير وتشجعك تتحضر. يلا نغني سوا كل برنامج ثاني على 7 كيدز بيعلمنا كلنا عن يسوع. أنا رسالة تانية بتقول: أنا ريتا من سوريا، بحبك يا ماريان وبحب يسوع، بعثت لنا صورتها كمان إذا فينا نشوفها مع بعض. هاي يا ريتا الحلوة، كثير فستانة حلوة لريتا وهي مبينة آنسة حلوة مهضومة. شو عنا كمان يا جوي؟ عنا كثير رسائل عم بيقولوا لنا هاي، بس مش عم بيذكروا كثير اسمائهم، فبنحب تقولوا لنا اسمائكم وأنتم من وين؟ هيك بنذكر اسمكم على الهوا وبتنبسطوا أكثر، ما هيك؟ بلا. صح. في عنا رسالة بتقول: أنا اسمي جوي، عمري 4 سنين من مصر، وبحب البرنامج قوي وبحب أسمع الترانيم كمان والمزيكا، بحبك كتير مريان وبعثت لنا صورتها. يلا تنشوفها. جوي 4 سنين من مصر. يا جوي، جوي حبك كتير لأن اسمك مثله، ونحن حبيناك كمان أكتر لأنك هيك مهضومة ومنحبش مرة تبعتي لنا فويس مسج لنسمع صوتها. صح. أوكي؟ بعد ناخد بعد الشيء بناخد بعد رسالة. yes. أما هلأ يا أصحابي فخلينا نروح ونحضر فقرة الكرافت أو الأشغال اليدوية مع تامي. مين منا ما بيحب الـ 3D؟ اليوم يا أصحابي رح نكون عم نعمل شجرة 3D مثل ما شايفين هون، تنعبر عن شجرة التينة يلي الرب يسوع عطى عنا المثل لتلاميذه. فنحن بحاجة لكرتون أخضر ونعمل منه شكل ورقة أو شكل الشجرة من برا، ونحن بحاجة لكرتون بني تنعمل الجزع تبع الشجرة مع الأغصان. بس نقصهم رح نلزق الغصن بالشجرة، وأكيد إذا صعب الرسم عليكم شوي فيكن تنزلوا صورة جاهزة من الانترنت وتلونوها وتقصوها تصير عندكن شجرتين بنفس المقياس بهذا الشكل. أكيد بس ينشف رح نكون نحن محتاجين إنه نعلم بالقلم الأسود. اللي رح نعمله هلأ شوي هو أساس كل شيء، فيا أصحابي جربوا تركزوا معنا. رح نقسم الشجرة لنسبة 2/3، فنحن رح نحط نقطة تقريبا بنفس المطرح. إذا أسهل فينا نقيس من تحت الشجرة لفوق. أول شجرة رح نرسم من النقطة خط لتحت، وعلى تاني شجرة رح نرسم من النقطة اللي علمناها خط لفوق. من نفس النقطة عنا شجرة فيها خط لتحت وشجرة فيها خط لفوق، ونجرب تكون على النص تماما. يلي رح نعمله هلأ إنه محل ما رسمنا الخط رح نقص، بس نوصل عند النقطة بنوقف.
صار عنا هيدا الشكل اللي رح نعمله هلا، انه رح نفوت الشجرتين بقلب بعض. طبعا لحتى تثبت الشجره نحن رح نكون بحاجه لتلزيق، واكيد يا اصحابي رح نضطر نقص كمان شوي من تحت لحتى يكونوا على نفس الخط، وهيك بنكون عملنا شجرة التين بطريقة 3D. صار فيكم تخبروا اصحابكم عند هيدي القصة، وانتو عندكم الشجرة موجودة بشكل 3D، واكيد اذا حبيتوا فيكم تلزقوها على كرتونة وترفعوا اذا بدكم الاغصان تتبين 3D بعد اكثر. ان شاء الله تكونوا حبيتوا شجرة التين، نشوفكم الحلقة الجاي. هاي يا سامي، كيفك سامي؟ هاي يا سامي. هاي. هلا. كيفك سامي، منيح؟ سامي من فلسطين. اه سالي من فلسطين. من فلسطين. يلا اسألها شو بدها تغني لنا. سالي؟ نعم. قررتي شو بدك تغني لنا؟ شو بدك تغني معنا؟ شو؟ اه يا ربي انت عارف انني لسه صغير، في حاجة كتيرة بتخوف وساعات كتيرة بتحير، لكن انت واعدني زي ما كلامك بيقول انك تديني سلام يفضي قلبي على طول. انا كتير بحب هيدي التريمة يا سالي، بركة هلا منغني مقطع صغير منها كمان. ثانك يو كثير انك غنيتي لنا اياها، ولانك دائما بتحبينا وبتتصلي فينا يا سالي. حتى نغني هيك مقطع صغير من هيدا الترنيمه، رح اجيب الميكرو ونغنيها لانك كثير بحبها. يلا. يا ربي انت عارف. يا ربي انت عارف انني لسه صغير، وساعات كتيرة بتحير، حاجات كتيرة بتحير، لكن انت وعدني زي ما كلامك بيقول انك تديني سلام يفضل بقلبي على طول. حتى ولو تهت الدنيا تحتيها انا عارف ان ملايكة الترنيمة. وهيك كتير فرحت انه سالي اختارت تغني لنا اياها. من بعد ما اخذنا اتصال من صديقتنا سالي وحضرنا فقره الكرافت مع صديقتنا تمار، بتمنى انه تكونوا كلكم يا اصحابي هيك عم بتحاولوا تطبقوا هول الكرافتس عندكم بالبيت وتشوفوا انه عم يطلع شغل حلو، فيكم تصوروا لنا اياهم وتبعتوا لنا صوره لهون تنشوفها. بدي اذكركم هلا انه كل متصل من لبنان ان كان على التليفون او على الواتساب رح يتدون اسمه وينزل بالبوكال، والرابح معنا رح يطلع له فقره كثير كثير حلوه او جايزه كثير 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 حلوه، وهي رح نشوفها هلا. هي عباره عن حصتين مجانا بمدرسه موسيقى كثير حلوه بلبنان اسمها مودرن سيمفوني، هنيك بتروحوا بتختاروا تعزفوا على حيالله آلة موسيقيه بتحبوها. سو رح يكون عندنا سحب للاشخاص اللي بيتصلوا فينا من لبنان لوحدهم، وسحب اخر للاشخاص اللي بيتصلوا فينا من كل البلدان الثانيه. هيك بيكون عندنا بكل حلقه رابح من لبنان لهيدي الجائزه. خلينا نشوف اكثر عن هيدي الجائزه اللي عم بحكي عنها. مبروك للرابح، مدرسة مودرن سيمفوني بتقدم لك حصة مجانية لتتعلم وتعزف على الآلة الموسيقية يلي بتحبها.
اكيد انه كتار منكم هلا تحمسوا يربحوا هيدا الجائزه الكتير كتير حلوه المودرن سيمفوني بالزلقه، وكل المعلومات عن هيدا المدرسه موجوده بهيدا البرومو. سو يلا اصحابي من لبنان تشجعوا تحمسوا واتصلوا فينا يلا نغني سوا، بده كل اصحابنا يكونوا هيك موسيقيين بارعين وبيعرفوا يعزفوا على الاله الموسيقيه يلي بحبوها. نرجع لعندك يا جوي، خبرنا شو عندك مسجز او فون كول. ماريان عنا رساله من اما لإلين امير بتقول مرحبا انا اما لإلين، إلين كثير بتحب تتفرج على البروجرام بلس يو، بعثت لنا صورتها لإلين يلا نشوفها. هي كثير صغيره بفتكر يا حياتي، معقول شو زغطوره مهضومه من هالعمر إلين عم تحضر؟ يلا نغني سوا، هذا شيء كثير كثير بفرحنا وهيك بتكبر وهي حافظه الترانيم دائما دائما. عنا رسالة تانية بتقول هاي أختي جوليانا وهي كتير بتحبكن وبتسلم عليكن. عنا صورتها؟ عنا صورتها كمان. كتير صغيرة كمان، شو حلو أنه عنا أصحاب من كل الأعمار كمان بنسلم عليك كتير يا مهضومة. عنا صورة بتقول هاي بنتي جاي تغني وتشارك معكو، اسمها ليمار وعمرها 4 سنين وهي كتير بتحبكو. يلا مين شو اسمها؟ اسم ليمار. ليمار اوكي ليمار، نحن كمان بنسلم عليك كثير وبنتمنى دائما نستلم او نتلقى رسائل حلوه منك. اخر مسج قبل ما نحضر كليب. سلام عليكم، انا اميمه من المغرب، بحبكم كثير وبحب برنامجكم كثير وبحب اطفال برنامج كثير مهضومين وبتمنى لكم التوفيق، انا من معجبيكم. واو 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 اميمه، كثير رسالتك حلوه وكثير هيك مشجعه. من المغرب نحن بنسلم على كل اصحابنا، بعرف انه في كثير عم يحضرنا بالمغرب بس بركه بيستحوا يتصلوا فينا لان اللغه بركة صعبة، بس نحنا فيكن تحكونا بالفرنش ونحنا بنكون كتير عم نفهم عليكم كمان ومنحبكن كتير كتير. هلأ صلنا زمان ما سمعنا هيك كليب حلو من يلا نغني سوا، خلينا نروح ونسمع ونستمتع فيه مع بعضنا. Thank you.
ثلاث أصدقاء كتير مهضومين بعتولنا مسج رح نشوفه مع جوي. مين هن يا جوي؟ جوي أنا عم بعمل بلاي للفويس نوت شكله مش عم يطلع الصوت. نحنا ثلاثة تعم ومنحب بعضنا ومنحضركن كتير. منحبكن كتير كمان. ياي سمح. نحنا مارك ومارتن وميريام. وبعتين لنا صورتهم يا ماريان. خلينا نشوفهم. شو مهضومين شو مهضومين يا مارك ومارتن وميريام. أنا كتير بدي اتعرف عليكم، يا ريت بتتصلوا فينا لانكم من لبنان، هيك بركي تربحوا باخر الحلقه هديه. كتير مهضومين انتم، بحبكم كتير وبدي اسمع صوتكم قريبا. عندك بعد شيء تفرجيني؟ عنا ماريان كم رساله بعد، يلا. في رساله بتقول هاي ماريان كيفكم؟ انا كتير مشتاقه لكم، انا فيرونيا رأفت فيرونيا رأفت لمعي من السودان، لو بتتذكريني تحياتي لكل فريق العمل. أكيد بنسلم كتير عليها لفيرونيا، هيديك فيروز مش فيرونيا. طيب هلأ عنا في فقرة الريبورت الصور اللي كتير بحبها وكتير بحب هيك نتفرج أنا وياكم وبول، صديقنا بول هو دايما بعرفكم على الصور، فإذا خلينا هلأ نروح ونحضر فقرة ريبورت صور. أنا سوري فليد ملاك كرمال كامل، كتير حلو صورتك. جوفاني عرساني نايم حتى عيني كتير حلوين. معنا كريس كمان بيكات مثل نجمة كتير مهضومة، مشك على صورتك يا كريس. أنا كمان جورج ريمو جبل، مشك على صورتك يا جورج مع خيك. هون عنا جازمن ياسر وتري ميشيل، صورة لبنتين كتير مهضومين، مشكروا على الصورة. وعنا ميرا أندرو عم تضحك ضحك كتير صغيرة مثل الفارة الصغيرة، مشك على صورتك ميرا. ميرولا أندرو بعوينات الشمس، رخيطة على البحر، سولانج سامويل كمان بآخر صورة. لكن هولي كانوا الصور الحلوين اللي معنا يهو لهيدي الحلقة، شكرا كتير عليهم. منشجعكم دايما تبعتولنا أكتر وأكتر على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. يلا نغني سوا، عملوا التاتش أو حطوا الصورة اللي بتحبوا نعرضها، ونحن أكيد بخلال أسبوع رح نكون عم نعرض لكم إياها. عندي حشية أعرف كام وشو محضر لنا ريبورتس لليوم، مثل العاده معودنا على ريبورتس كتير كتير حلوين، ومعنا تنشوف أول ريبورت وبعدين نحكي عنه أكتر، خليكم معنا. بهيدا التقرير رح نروح مع بعض برحلة ونتعرف على شجر الأرز الموجود بأعالي جبال لبنان. ذكرت شجرة الأرز 75 مرة بالكتاب المقدس، ومنها تم بناء هيكل الله بالعهد القديم. بهيدي الغابة بشمال لبنان بيوصل عمر بعض الأشجار إلى آلاف السنين. هي فعلاً رائعة الجمال وبتفرجينا فعلاً جمال خليقة الله. استخدمت الأرزة في العلم اللبناني وهي علامة الصمود والقوة والجمال. بتمنى تكونوا حبيتوا هيدا المكان المميز. كتير كتير حلو هيدا ريبورت. لكن أرز لبنان أرز كتير معروف بشموخه بصموده، وهيك دايما بنعطى مثل عنه إنه لازم كلنا نكون مثل هالأرز قوايا، ولو شو ما كان عنا ظروف نتمسك ويضل إيماننا قوي وثابت بيسوع يلي هو مثل الصخرة الراسخة ما بتتزعزع. وكمان هالأرز كتير نذكر عدة مرات بالكتاب المقدس، لهيك هيك نحن منفتخر كشعب بأرزتنا. شو يا جوي؟ شو يا ماريان؟ شو يا جوي؟ شو عنا؟ عنا رسائل يا ماريان. في حدا بعت لنا صورة ابنه بيقول بافلي جميل من السودان.
وصورته بعث لنا اياها. يلا منشوف صورة بافلي المهضوم الجميل جدا، بنقول لك هاي يا ليتل بافلي المهضوم، بنحبك وبنسلم عليك كثير. شو كمان عنا؟ عنا حدا بعث لنا صورة ولاده. اوكي يلا هلا منشوف الصورة. بس قبل في حدا، انا هاي انا كاترين من مصر وبحبكم كثير وبحب اتابع البرنامج. شكرا يا كاترين على هيدا الرسالة الحلوة، ونحن منحبك ومنبسط ومنفرح كل ما تتابعينا. في حدا بعث لنا فويس نوت عم برنم لنا ترنيم، اذا بتحب نسمعه مع بعض. انا وليدة من لبنان، بدي اغني لك ترنيمة، قلبي صغير صغير صغير، الله كبير كبير كبير، انا يعني قلبي لازم حبه كتير كتير. شو مهضومة هالريتا المهضومة، الصوت هيك عم ينبح ويروح وهي عم بتغني، كتير من حبي كاريتا. Thank you so much على هيدا الرسالة. بدنا نغني عن اتصال. بس قبل بعد في الصورة مريان قلت لك حابين نشوفها، بتقول أنا اسمي بنته اسمها ألوى من أمريكا، هذه صورة بنتي، وبعت لنا صورة بنته كتير كتير صغيرة. يا حياتي معقول هي بتحضرنا أو الكون؟ يمكن بحطوا لها الميوزك وهي هيك بلشت تتعود على الموسيقى، مثل ما أنا بغني له لابني دايما. بكره بدي أوعدكم بدي أجيب لكم إياه على الاستوديو هيك تتعرفوا عليه كلكم. هلا بول عنده غنية كتير حلوة وكلها حماس وكلنا رح نقوم ونغني ونرقص معه، وهي أنا عندي فرح وين؟ بقلبي. بنغنيها مع بعضنا. أنا عندي فرح 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 في قلبي، وين؟ فرح في قلبي، وين؟ فرح في قلبي، أنا عندي فرح 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 في قلبي، وين؟ فرح في قلبي على طول. I am so happy, so very happy, I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, I'm very happy, I've got the love of Jesus in my heart. أنا عندي سلام 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 في قلبي، وين يا مريان؟ سلام في قلبي، وين؟ سلام في قلبي، أنا عندي سلام 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 في قلبي، وين؟ سلام في قلبي على طول. I'm so happy, I'm very happy, I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy, I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. So happy, I'm very happy, I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, I'm very happy, I've got the love of Jesus in my heart. Yeah. الترنيمة هيك بتذكرنا قديش حلو يكون عنا فرح ومحبة وسلام يسوع جواتنا، وهنا من الثمار الحلوة يلي يسوع وروح القدس بيعطونا إياها بس يكون موجود بحياتنا. يا ريت هيك كلكم يا أصحابي يكون عندكم هذا الفرح يلي بين على وجهكم وبيشع وبينتقل وبيعد كل الأشخاص يلي هن موجودين حولكم. بنفس هيدا الروح هيك والفرح بدنا نعيد أصدقائنا يلي أعياد ميلادهم بهيدا الأسبوع، وهن كريس وجار جيمو جابالا. منكمل منغني لهم يلا. Happy birthday to you, happy birthday to you, yes you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, yes you. سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة مع يسوع. ينعاد
يسعد عليكم يا حلوين، ان شاء الله هالسنه تكون هيك كثير 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 حلوه، فيها كثير بركات، واكيد شو ما بتعملوا ينجح وينجح معكم يا اصحابي انت وكل عائلتكم. لكن هلا بدنا نروح ونسمع كليب ثاني، ننبسط ونرنم ونتسلى مع بعضنا، يلا نغني سوا. باسمي اخترتني ابن ليك بتحبني وعلى قلبك انا غالي وفي حضنك بتضمني انت باسمي اخترتني ابن ليك بتحبني باك. وجوي كمان عنده واتساب مسجز لنا اياهم، يلا يا جوي. في رساله بتقول هاي ذيس از ماي جيرل ريفا شي از 1 يير اند 4 مانثس اولد شي لافز يو سو ماتش بتحضركم دائما وبتغني معكم رقم من لبنان وبعث لنا صوره لبنته ريفا عمرها 4 اشهر بتحضرنا وبتحبنا سنه و4 اشهر سنه و4 اشهر يلا هات نشوفها مع بعضنا لريفا الحلوه يا قلبي فيديو هيدا لا انا كنت عم بحكي يا الله يا ريت فينا نشوف فيديو فيكم اذا بدكم تبعتوا لنا فيديوز مرات هيك بنتفرج عليكم انتم عم تتحركوا وعم تحكوا وعم تغنوا وعم تعملوا هيك مواهبكم الحلوه يلي بتحبوها. بعد في شيء يا جوي؟ في صوره من ماريا وميليسا ونور سكاف بس مش قايلين لنا شيء بس بنسلم عليكم بعتلي لنا صورتين وهن ثلاث اخوه بنات. حلو المكان يلي هن فيه كثير. يس بنسلم عليهم كثير وبنبعث لكل وحده منهم بوسه بوسه ببوسه. بول
محضر لنا ترنيمة حلوة اليوم، محضر لنا كتير أشياء حلوة، هي دعوا لأولادي أتونا إليها منغنيها كلنا سوا مع بول، تعلموها أنتوا تغنوا لنا إياها. دعوا الأولاد يأتون إلي لعندي لهم بركات، لأن لمثلي هؤلاء ملكوت السماوات. دعوا الأولاد يأتون إلي عندي لهم بركات، لأن لمثلي هؤلاء ملكوت السماوات. رب المجد قال، رب المجد قال قال إيه، رب المجد قال، رب المجد قال قال إيه. ياسين وعين بيحب الأولاد، ياسين وعين بيحب الأولاد، ياسين وعين بيحب الأولاد، ياسين وعين بيحب الأولاد، ونحن كمان منحبه لأنه فدان على الصليب وسفك دمه الغالي عنا هو أغلى حبيب. نحن كمان منحبه لأنه فدان على الصليب وسفك دمه الغالي عنا هو أغلى حبيب. رب المجد قال، رب المجد قال قال إيه، رب المجد قال، رب المجد قال قال إيه. ياسين وعين بيحب الأولاد، ياسين وعين بيحب الأولاد، ياسين وعين بيحب الأولاد، ياسين وعين بيحب الأولاد. ذكروا انه يسوع بحبكم كلكم يا اولاد، هو خلقكم وهو ميزكم وبحبكم وحط لكم خطه كثير كثير حلوه لحياتكم. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحضر الريبورت الثاني يلي محضر لنا اياه كامو. كامو نحن كثير مشتاقين لك وعم نستمتع بهول الريبورت والتقارير اللي انت محضر لنا اياهم. يلا خلونا نحضر ثاني ريبورت مع بعضنا. قربت حلقتنا تخلص، كتير استمتعت فيها لأن كنا عم نقرأ كل الرسائل يلي أرسلتوها لقلنا وكلها كانت رسائل كتير 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 حلوة. بشجعكم دايما تبعتوا لنا رسائل أكتر على الواتساب نمبر يلي عم يمروا على الشاشة قدامكم، وبذكركم أنه كل المتصلين فينا في جوائز كتير كتير حلوة نطرتكم، وكمان أصحابنا يلي من لبنان رح يربحوا حصتين مجانيتين بمدرسة مودرن سيمفوني هون بلبنان يتعلموا على الآلة يلي بحبوها لمدة أسبوعين. واليوم كانت حلقتنا عن جد كتير حلوة لأن الموضوع كتير مهم، هو كيف الله دايما بيعطي فرصة تانية وبيسمحنا. خبرنا يا جوي أنت هيك كيف اختبرت غفران الله بحياتك؟ ماريان دايما من كنت أنا أختي وزعل للرب كنت حس أول شيء أنه مثل هذا الشعور انه بالشيم انه انا اوف شو عملت وشو زعلت وهيك، بس دائما كان
كنت ارجع اقول له يا رب بليز اغفر لي وسامحني وانا ما كنت قاصد اتعلم من غلطي، ودائما كنت يرجع حس بالسلام تبع شو حلو هيدا الشيء. هذا شيء كثير صحيح، لان نحن دائما رح نغلط، والا ما كنا بحاجه انه يسوع يشيل عنا كل هالخطايا، ولكن الحلو بنعرف انه هو بحبنا كثير كثير كثير، ودائما عنده فرصه ثانيه. نحن بس بهذا الوقت نكون عم نطلب منه القوه تنتغير، ونطلب منه المسامحه والغفران، ونكون عن جد هيك عم نفرج الثمار الحلوه يلي هو عطانا اياها، محبه، فرح، سلام، طول انات، لطف، صلاح، وايمان، وتعفف، وداعة، ولطف. طيب انا هلا حابه اسحب اسم الرابح، وبعدين نصلي لكل اصدقائنا يلي بيكونوا عم يتصلوا فينا كل اسبوع. رح نروح هلا ونسحب اسم الرابح، والرابحه هي تران ريتا المهضومه من سوريا. ريتا انا كثير فرحت باتصالك فينا اليوم، بنحبك كثير كثير، بعتينا عنوانك الكامل تنقدر نبعث لك الهديه. هلا خلينا هيك كلنا سوا نقعد مع بعضنا قبل ما نرنم اخر ترنيمه بحلقتنا لليوم، ونصلي دائما نحن نذكر كل اصحابنا يلي بسوريا، بالعراق، بفلسطين، وبكل البلدان العربيه. بتمنى انتم تكونوا كمان يا اصحابي عم بتصلوا معنا، لان هيك ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فهناك الرب بيكون، وصلاتنا بيكون عندها كثير كثير قوه. يا رب يسوع كثير بدي اشكرك لانك بتحبنا وبتهتم فينا، وعينك يا رب دايما بتسهر علينا وبترعانا وما بتنام يا رب، انت بتحفظنا. بشكرك يا رب لانك خلقتنا كلنا على صورتك، بتحب كل واحد منا محبة خاصة، محبة أبدية وما بتخلص وما بتتوقف هيدا المحبة يا رب. إذا كنا عم نرضيك أو ما عم نعمل إشي غلط، بالعكس دايما بتسمحنا ودايما بتعطينا فرصة تانية يا رب، لأن هالقد بتحبنا. إذا أهلنا اللي على الأرض بيسامحونا، كيف أنت يلي خلقتنا؟ بدي اطلب منك يا رب مثل العاده تكون مع كل اصحابنا يلي بسوريا، بفلسطين، بالعراق، هن عم يمرقوا بظروف خاصه انت بتحس فيهم وما رقت بهالظروف الصعبه اللي هن عم يقطعوا فيها. كون معهم، اعطيهم قوه، اعطيهم يتمسكوا فيك، وهالسلام والفرح اللي رنمنا عنه اليوم يكون موجود بقلبهم، وهيك عم يتغذوا فيه ويكبروا فيه. بشكرك على هيدي الحلقه وعلى كل حلقه، لان انت عم تعلمنا قصص جديده عنك. خلينا هيك نحفظها ونطيعها ونطبقها بحياتنا كل يوم باسم يسوع، امين. هلا بدنا نقوم نرنم. حاضرين للترنيم؟ هي الترنيمه بتقول سوف ادخل ابوابك بالحمد والتسبيح. ما في احلى من التسبيح للرب يسوع، بخلينا هيك ننتصر على كل الظروف يلي بنكون عم نمرق فيها، بيعطينا قوه. سوف ادخل ابوابك Use.